يتقبل الله أعمالكم الآن نقضي إن شاء الله دعاء رفع المصاحف. روى السيد بن طاووس قال عن مولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: خذ المصحف فدعه على رأسك وقل: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله، 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 بمحمد، 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 بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعلي، 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 بعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بفاطمة، 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 بفاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، بالحسن بن علي، 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 بالحسن بن علي المجتبى الزكي صلوات الله وسلامه عليه، بالحسين بن علي، 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 بالحسين بن علي الشهيد المظلوم
الغريب بكربلاء صلوات الله وسلامه عليه. بعلي بن الحسين 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 زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام. بمحمد بن علي 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 الباقر عليه السلام. بجعفر بن محمد 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 الصادق عليه السلام. بموسى بن جعفر 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 باب الحوائج الكاظم عليه السلام. بعلي بن موسى 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 الرضا عليه السلام. بمحمد بن علي 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 الجواد باب المراد عليه السلام. بعلي بن محمد 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 الهادي النقي عليه السلام. بالحسن بن علي 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 الزكي العسكري عليه السلام.
بالحجة ابن الحسن 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 صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ثم سلوا حوائجكم فإنها تقضى إن شاء